دورة إنجليش ديسكفري هي كانت كنادي شتوي في خلال العطلة الشتوية اللي كانت للأطفال. استهدفنا فيها فئات عمرية من 9 إلى 14، وكان هذا النادي يخرج مفردات المتراكمة في داخل الأطفال من اللغة الإنجليزية إلى الحياة العملية بشكل سلس ومادي، بحيث أنه كان في أشياء ملموسة بالنسبة لهم. قدرنا نكسر هذا الحاجز اللي دائما احنا بنكون خايفين من البعبع اللي اسمه انجليزي. كان هذا بالشراكة مع معهد جالكسي، وكانت المدربة إناس الجمال هي اللي أشرفت على هذا التدريب. طبعا احنا بنشكر كل الناس اللي استفادت من هذا البرنامج. نتأمل انه احنا في الصيف نكمل مع هذا في هذا البرنامج بفعاليات وأنشطة مختلفة أخرى. اسمي علي محمد عباس. كانت انه تجربتي اخذ دورة انجليزي كانت حلوة كتير ممتازة. بتمنى أنه هذا المركز يتقدم عشان يوصل على أعلى مركز.